أكد حمزة الحاج حسن نائب رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة للتلفزيون الأردني أن الحركة السياحية في مدينة العقبة جيدة جدا، مشيرا إلى أن نسبة الإشغال الفندقي وصلت إلى أكثر من 80%. وبيّن الحاج حسن أن أكثر من 9000 زائر دخلوا من معبر الدرة الذي يربطنا مع المملكة العربية السعودية إلى العقبة خلال الأيام الأربع الماضية، بينما دخل أكثر من 5000 زائر من معبر وادي عربة، وهي أرقام ممتازة كونها تمثل زوارا من ذوي القوة الشرائية العالية، بما ينعكس إيجابا على الحركة السياحية والتجارية. العقبة شهدت حركة سياحية جيدة جدا طبعا، وأيضا المعابر سواء معبر مع المملكة العربية السعودية خلال الأربع أيام الماضية دخل علينا بحدود 9000 زائر، من خلال معبر جنوب وادي عربة دخل علينا 5000 زائر، وهي أرقام مبشرة للعيد لأنه مستوى الصرف من هدول الزوار بيكون عالي، فبيقوم في تحريك للأسواق وأيضا بالفنادق. بالنسبة للزوار الأردنيين مثل ما حكيت لك الحركة جيدة جدا، الأسواق فيها حركة طبعا الحمد لله. بالنسبة لنسب الإشغال، نسب الإشغال يعني كمعدل خلال الأيام السابقة تقريبا وصلنا لحدود 80%.